اهلا بيكم في حلقه جديده برنامج في الفرن مع فالنتينا. والنهارده احنا هنعمل انواع حلو. اول وصفه احنا هنعملها مع بعض هنعمل بان كيك بالمندرين. هو بانت ده اسم فورما، يعني فورما مدوره وفي فراغ من جوه. عشان نعمل الكيك بتاعنا احنا هناخد مندرين، او يعني انا وحدي عندي هنا مندرينة مسلوقه، انا احط قطعتين وحطيتهم في الميه سخنه وحليت النار لمده ساعه، نار هاديه المندرين بتحلي فيها، ولو ميه كان بتقل بزود شويه عليها، وبعد ساعه المندرين بتغلي النار. بعد كده كبيت الميه، حطيت على مندرين ميه ساعه قوي قوي قوي، وبعد مثلا 5 دقايق انا كبيت الميه ساعه وشلت شويه من الميه من جوه المندرين. تمام. بعد كده احنا بناخد المندرينه وبنفتحها وبنشوف لو فيها بذر، احنا لازم نشيل البذر قبل ما نستخدمها. وفتحنا كمان مندرينه ثانيه. تمام. فهي ريحتها تحفه تحفه تحفه. ليه احنا كنا حطينا مندرين الاول في الميه سخن وبعد كده في الميه ساقعه؟ عشان احنا هنستخدم مندرين بالقشره، وقشر يا برتقان يا مندرين هو مزز، في مزازه معينه كده هوت، فاحنا كنا عايزين نضيعها. عشان الكيك الوصفه تطلع عندنا احسن. تمام. فهنشيك لو في عندنا بذر تاني، دي حاجه مهمه جدا. هنشيك لو ما فيش بذر خلاص احنا ممكن ناخد المندرين بتاعتنا هنحطه في بلندر عشان نعمل منه بيوري. وكمان هنزود على مندرين 100 جرام لبنة أو جبنة كريمي حسب الرغبة زي ما انتوا عايزين. برضو هنضرب مندرين ولبنة مع بعض. احنا زودنا شوية سويل هي اللبنة عشان نضرب المندرين يبقى نعمل بيوريه خفيف خالص خالص. تمام. بعد كده هناخد البيوريه بتاعنا هنسيبه هنا لمدة ثواني، واحنا هناخد مع بعض 230 جرام من الزبدة. ممكن ناخد 200 بس، 200 جرام زبدة درجة الحرارة الغرفة مع زبدة. هناخد معانا 220 جرام من السكر أبيض، وهناخد كمان معانا 50 جرام من سكر بني. سكر بني هيعمل هيزود الطعم للكيك بتاعنا، هيبقى طعمه جميل جدا. وهندي تعليبه للمكونات. بعد كده هنبتدي نزود البيض. عندي هنا 3 بيضات، فاحنا لازم نحط بيضة، وبعد كده هندي تقليبة كويسة جدا لمكوناتنا.
وبعد كده هنزود بيضة كمان. تمام. هناخد معنا سباتشر عشان نشيك لو في عندنا اي مكونات لزق في البولة. احنا عايزين كل الحاجات تتخلط كويس مع بعض، فاحنا هنساعد مكوناتنا بالسباتشر وهندي تقريبا. هنزود بيضة كمان. وبرضو هنساعد بسباتشلر، هنشوف لو في عندنا اي حاجة. لا تمام. وهندي تقليبة. لازم تكون الحليب بتاعنا يتخلط كويس جدا عشان السكر يدوب في بقية المكونات عشان الكيكة تطلع كويسة. بعد كده هنزود حليب اللبنة. ومندرين ريحته جميلة جدا بصراحة. لو انتوا بتحبوا كيك بالبرتقال انتوا هتحبوا الكيك ده اكتر كمان، عشان هو بيطلع العجينة بتاعته الكيك ذات نفسه بيطلع الطعم يعني زي حرير كده، يعني جميل قوي. برضو هندي تقليبة. وكمان هناخد معانا 150 جرام من زبادي. هنحط برضو زبادي في الحليب. وبرضو هندي تقليبة وهنزود كمان معلقة كبيرة من بشر برتقال. برضو يعني هتكون الطعم بتاع البرتقال والمندرين هيتهلت في بعض وهيبقى طعمه حلو جدا. برضو هندي تقليبة. وبعدين اخر حاجة هناخد هنا عندي 400 جرام دي. فالاول هنحط نص كمية دي. تمام. وهنخلط مكوناتنا على بعضها. وفي نفس الوقت هنبتدي نجهز الصوص للكيك بتاعنا. عندي هنا 100 جرام من شوكولاتة بيضة. فأنا أحط شوكولاتة بيضة بتاعتي على حمام البخار. هنزود السرعة العجان شوية. وفي الاخر هناخد بقيه الكميه الدقيق هنحطها على بقيه المكونات. هناخد الفورمه بتاع الكيك. انا دهنتها بزبده وبعد كده حطيت فيها دي عشان الكيك بتاعنا يطلع بعد كده بسهوله. واخر حاجه هنحطها على الكيك بتاعنا هناخد معانا معلقه من سكر فانيليا، وهناخد معلقتين ونص او 3 معالق من بيكنج باودر.
وهنحلت مرة كمان المكونات. وعندي شوية شوكولاتة بيضة هنكمل بيها. كل شوية لازم نقلب الشوكولاتة البيضة بتاعتنا عشان لو هتفضل في نفس المكان الشوكولاتة هتسخن في ناحية معينة وهتبتدي تبوظ مننا. عشان الشوكولاتة ما تبوظش لازم كل شوية ندي تعليبة للشوكولاتة. ممكن نقفل النار ونسيب الشوكولاتة تسيح في الحمام البخار. هندي تعليبة جامدة للمكونات. ونشيك لو في اي حاجة لزت في الجناب البولة. لا تمام كل حاجة زي الفل. تمام. فدلوقتي هناخد حليب الكيك وهنبتدي نحطه في الفورمة البند. احنا لازم نحط العجينة ونلف البولة معانا عشان العجينة تنزل في الفورمة بالطريقة عشان يعني ما تكونش عندنا فيه حتة فاضية وفي حتة فيها كتير. تمام. هناخد بس سباتشولر نساعد نفسنا اهي. ريحة العجينة جميلة جميلة جميلة. تمام. وكمان شوية اهي. عندي فرن، انا سخنت الفرن درجة الحرارة 180. البند كيك بتاخد شوية وقت بصراحة، يعني هو من 45 لخمسة وخمسين دقيقة برضو حسب الفرن. ولازم كل شوية نشيك على الكيك بتاعنا. لو الوش الكيك يتحمر ممكن ما تكونش هو جاهز من جوه لسه، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي قبل ما نطلع الكيك من الفرن. فيستحسن نستخدم مثلا سكينة وننزلها جوه الكيك عشان نشيك لو الكيك جاهز. لو سكينة طلعت نظيفة من غير سوائل عليها يبقى الكيك جاهز. هنحط الكيك في الفرن زي ما قلت لمدة تقريبا من 45 لخمسة وخمسين دقيقة. وبعد الكيك ما يطلع هيبقى شكله كده، شكله جميل جدا. وانا في البند كيك بقتل الحتة الفوقانية، انا قلبت الكيك فالحتة اللي دلوقتي تحتانية كانت فوقانية، فهي معظم الوقت بتفتح وبترفع. فلما احنا بنقلب الكيك بتاعنا الكيك شكله مش مظبوط، فانا بتري اشيله عشان يبقى الكيك يطلع حلو في طبق التعدين بتاعتنا. عندي هنا الشوكولاته تقريبا ساحت، هنزود عليها 30 جرام من الزبده، هنسيحهم في بعضهم وبعد كده هننزل بيهم في الكيك. احنا هنطلع فاصل سريع، انا اكمل الصوص بتاع البانت كيك، هنرجع هنعمل وصفة كمان. خليكم معانا ما